ويشرفني ويسرني الآن أن أرحب بصاحب السعادة السيد هايكاندي شيليما رئيس جمهورية زامبيا. إليك الكلمة فخامة الرئيس. شكرا جزيلا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أصحاب السعادة رؤساء الدول والحكومات، حضرة أمين عام الأمم المتحدة، صاحب السعادة السيد سايمون ستيل الأمين التنفيذي للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ، حضرة المندوبين الموقرين، حضرة السيدات والسادة. بادئ ذي بدء من واجبنا أن نهنئ الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي لاستضافة هذا المؤتمر، مؤتمر الأطراف 27. نود أن نشكر مصر حكومة وشعبا على الضيافة الحارة منذ وصولنا. حضرة الرئيس، حضرة المندوبين الموقرين، القارة الأفريقية تستضيف هذا المؤتمر وهي القارة الأكثر تضررا من تغير المناخ إلى جانب الدول الأقل نموا الأخرى في العالم، وربما يمكننا أن نسمي هذا المؤتمر العالمي مؤتمر أفريقيا، ولأن من المناسب لنا أن نقول أمورا لم نقلها الآن. وقد بدأ مؤتمر الأطراف 27 ينعقد، بدأ ينعقد على قارتنا، قارتنا التي تتحمل عبء تغير المناخ، فهي الأقل مساهمة في الأضرار المناخية، ونأمل في أن هذا المؤتمر سيستجيب لبعض المسائل الأساسية التي تعود إلى الأثار السلبية لتغير المناخ. السيد الرئيس، حضرة المندوبين الموقرين، لقد برهنت حكومتنا أي زامبيا برهنت عن التزامها بمكافحة تغير المناخ تماشيا مع متطلبات اتفاق باريس، ولكن ولكي نساهم بشكل أقصى في تحسين الأثار السلبية لتغير المناخ، ولكي نتمكن في أننا معا من الاستجابة للمستلزمات الدنيا لشعوبنا للبقاء على مصادر الرزق، نحتاج إلى شراكات دولية قوية، ونحتاج إلى دعم يوفر النتائج على أساس الالتزامات. وأركز على هذه المسألة، التزاماتنا والتزامات الشركاء. وكرئيس للمجموعة الأفريقية المفاوضين، فقد رفعنا وثيقة طموحة منقحة وإسهامات مصممة وطنيا محيانا كما فرض اتفاق باريس. التكيف مع تغير المناخ أولوية لزامبيا ولنا جميعا، وبالتالي نتوقع من المؤتمر أن يعطي نتائج محورية في النهوض ببرنامج العمل حول الهدف العالمي المتمثل بالتكيف والذي اعتمدناه في مؤتمر الأطراف 26 في العام الماضي في غلاسكو. السيد الرئيس، حضرة المندوبين الموقرين، فيما نواصل حث العالم على زيادة التزاماته وتنفيذ وتسجيل النتائج في مجال تغير المناخ، فإن زامبيا لن تبقى مكتوفة اليدين وتنتظر من العالم أن يطلع بمسؤوليته. لقد حددنا تدابير التخفيف كوسيلة لتحقيق طلعاتنا فيما نمضي قدما بالتزاماتنا، ونحن نواصل وضع الاستراتيجيات التي توفر إطارا لعملية الانتقال إلى اقتصاد أخضر ذكي على صعيد المناخ. ونحن نناشد كافة الشركاء
الوفاء بوعودهم والمتمثلة ب100 مليار دولار سنويا لكي نتمكن من الوصول إلى أهدافنا المزعمة. وهذا تحفيز مهم لنا جميعا من أجل مواصلة جهودنا في مجال التخفيف، فضلا عن جعل هذا الواجب واقعا وكقياس للمصداقية. إذا لم نحترم التزاماتنا لقد قطعنا عهودا كثيرة، وإذا لم نحترمها فإن مصداقيتنا كأفراد أو كفراد دول أو كمجموعات دول أو كدول عبر العالم، مصداقيتنا إذن تصبح على المحك. وأظننا سنعالج هذه المسألة بعد مؤتمر الأطراف 27. أمامنا واجب ومهمة نبيلة من أجل توفير النتائج للأجيال المستقبلية ولكوكبنا، خصوصا أننا نجتمع هنا على القارة أو في القارة الإفريقية. حضرة المندوبين الأعزاء، أحيانا نحن كفرادة دول أمامنا مهمة اتخاذ قرار بقطع التزامات وعهود. هذه المرة خيار عدم اتخاذ هذا القرار غير قابل للتصور لأي حد منا. يجب أن نفهم ذلك جميعا. أزمة من هذا القبيل لا ينبغي أن تقصمنا ولا ينبغي أن تبعدنا عن بعضنا البعض. لا يهم ما هي المناقشات التي نجريها على المستوى الفردي أو في دولنا، لا تهم المناقشات على صعيد الأقاليم أو على صعيد القارات، بل علينا أن نعمل معا على مستوى المجتمع الدولي، ويجب أن نتعاون أكثر من وقت مضى. وهذه الطريقة هي التي تضمن قهر الأثار السلبية لتغير المناخ. وكما قلت، لنخرج من مؤتمر الأطراف 27 موحدين أكثر ومتعاونين في مجالات مختلفة، بما في ذلك في الاستثمارات المشتركة وفي التجارة والقيام بالتجارة الكربونية قدر المستطاع. ولا ينبغي أن نترك الخطوات الأساسية في التجارة الكربون لفرادة دول، بل علينا أن نضع خطة للخوض في ذلك بشكل أبسط، بما في ذلك مع الامتثال للقوانين التي تؤثر على هذا النشاط الذي يستند إلى الكربون، وهذا سيسمح لنا بالتخفيف من أثاره على تغيير المناخ. حضرة الرئيس، حضرة الضيوف الكرام، قيل الكثير وأردت أن أقول هذه الكلمات طالبا إليكم أن تضافروا جهودكم وأن تزيدوها وأن تسرعوا من تنفيذ عناصر التخفيف. أدعو الجميع للقيام بذلك بدون استثناء. أشكركم على حسن انتباهكم. شكرا جزيلا، يقول المتحدث باللغة الفرنسية. شكرا جزيلا فخامة الرئيس على هذا البيان.